معنا في قناة كويزي رياض. كما كتشوفوا اليوم غادي نحضر معكم عجينة اللوز بطريقة سهلة ومبسطة. فعقدة اللوز غادي نحضروها في نفس اليوم وغادي نخدموا بها. وكما كتشوفوا في الحلوة ديالنا ما غاديش دي فورما، بعقدة واحدة وبعجينة واحدة غادي نخرجوا ثلاثة ديال الأشكال. الناس اللي مازال ما اشتركوا في القناة يضغطوا على زر سبسكرايب وتفعيل الجرس، ولا تنسوا دائما الضغط على زر لايك باش هكا تدعموني. ندوزو نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. نبداو على بركة الله. كما كتشوفوا انا هنايا خديت الماء درتو في هاد الكسرونة هادي، خليتو حتى يغلى. غادي نضيف عليها هاد 200 غرام ديال اللوز وغادي نطفي عليها النار. غادي نخليها تقريبا واحد جوج حتى ثلاثة ديال الدقائق، عاد غادي نهز هاد اللوز ديالي ونبدا كنفسخ فيه. كما كتشوفوا هنايا ملي كتمر معنا 3 ديال الدقائق فاللوز ديالنا داغي تيتفسخ. الناس اللي كتكون عندهم كميه كثيره ما كنصحكمش بهاد العمليه. غادي ناخذوا كميه اللوز كامله اللي عندنا، غادي نصفيوها وغادي نحطوها في واحد البلاستيك وغادي نبقاو هكا كنعجنوا فيها، ودغيا اللوز غادي يتفسخ باش ما يطلقش فيه هذاك القشر ديالو. هذه هي كميه اللوز اللي خرجت ليا بعد ما فسختو. غادي نبقى هكا نجفف فيه باش نبقى نمسح منه هذاك الزائد ديال الماء. الناس اللي غادي يكونوا يعني عندهم كميه كثيره تاع اللوز ما غاديش يديروا نفس الطريقه اللي انا درت، يعني بقيت كنفسخ فيه حبه حبه. فالناس اللي كتكون عندهم كتشوفوا هنايا كيحيد لينا هذاك الماء. الناس اللي تكون عندهم كميه كثيره غادي ياخذوا هكا واحد البلاستيك غذائي ويديروا فيه هذيك الكميه كامله تاع اللوز، وغادي يديروا هاد الحركه هذه. مثلا دابا هاد اللوز عندي في هذيك البلاستيكه وغيبقاو بحال هكا يدلكوا باش اللوز كيتفسخ. دابا هنايا اللوز ديالي راني نشفته من الماء، غادي نفرشوه في واحد البلاطو وغادي ولا طبسيل هكا يكون هكا غير مسرح، وندخلو المجمد باش ينشف. وبما هو نشف غادي ندوز انا نحضر العجينه ديالي. يعني انا اللوز ديالي ما غاديش نخليه يبات باش نطحنه، لا غادي نخدم به في نفس النهار في نفس يعني في نفس الوقت، فقط غير هكا نتاكدوا اننا نشفناه جيدا. ومن بعد غادي ندخلوه المجمد ونخليوه في شي حاجه هكا مسرح باش ينشف معنا بما وجدنا العجينه، وعاد غادي ندوزو ونطحنوا اللوز. بالنسبه للعجين غادي نحتاج هنايا 250 غرام ديال الدقيق الابيض اللي هي رابعه، وعندي هنايا معلقه كبيره ونص زيت، معلقه كبيره ونص زبده لينه بدرجه حراره المطبخ، عندي قرصه ملح، معلقه كبيره ديال سكر بودره، وهنايا عندي اصفر بيضه. هنايا عندي بيضه صغيره خديت ليها الصفر ديالها. غادي نجمع هاد المكونات كامله وغادي نبقى نضيف لهم الزهر بشويه بشويه. العجينه ديالي خاصها تكون متماسكه ما تكونش جاريه باش هكا ما تبحنيش في الخدمه ديالها. هنايا كما كتشوفوا العجين ديالي جمعتها كتبقى يعني قاصحه ما كتكونش مرخوفه بزاف وما كتكونش يعني قاصحه كتفرتت. خلويها هكا في بلاستيك الغذائي، غادي نخليها ترتاح فقط غير هذا الوقت بما انايا طحنت اللوز ديالي.
وعاد غادي نستعملها. ندوزو دابا نشوفو اللوز يعني ملي غادي نطحنوه. هنايا بعد ما كنطلع اللوز ديالي من المجمد مباشره كنطحنوه في الطحانه ديالي. غادي نضيف عليه هنايا 100 غرام ديال السكر سنيده كما كتشوفوا، وهنايا غادي نرجع نعاود نطحنو. هنايا بعد ما طحنت اللوز ديالي مع هذيك السنيده كما كتشوفوا فهو كيتشكل عندي بسرعه، هانتوما كما كتشوفوا راه معجون. غادي نضيف ليه واحد المعلقه كبيره ديال الزبده لينه، وغادي نضيف ليه معلقه كبيره ديال الكونفيتور. انا هنايا ما خديتش الكونفيتور سائل، يعني عندي الكونفيتور طروفة، وخديت هذاك لو جيل اللي كيكون طالع، ولا تقدر السيده تصفيه. ايضا هنايا عندي معلقه كبيره ديال ماء الزهر. غادي نعجن العقده ديالي وندلكها جيدا. هنايا كما كتشوفوا جمعت العقده ديالي. بالنسبه للعقده راه كتجي معلكه، الا جاتكم كتطلق الزيت، انتما يدين راه ما كتطلقش فيها الزيت. الا جاتكم كتطلق الزيت تقدروا تزيدوها شويه ديال الزهر. انا غادي ندير 13 غرام في كل كره، فهي كافيه بالنسبه ليا. تقدروا ديروا حتى 15 غرام. كاول شكل كناخذ القطعه نفسها اللي قطعت بها العجينه، كندوزها في الدقيق الابيض، كنسرح القليل من الدقيق الابيض، وكناخذ العجينه ديالي كندوزها شويه في الدقيق الابيض، وكنضغط عليها حتى تاخذ الشكل ديال هذا الطابع اللي عندي. كنحاول هكا نسوليها الوجه ديالها. كناخذ القليل من ابيض البيض، كنضيف عليه هاد العجينه هادي كما كتشوفوا. ايضا كناخذ القليل من ابيض البيض، يعني الابيض البيض كما كتقولوا هو يعني اللي كيلصق لينا على هذا الشكل هذا. هنايا كناخذ واحد المنقاش على هذا الشكل، وكنبقى هكا كنمشي بشكل دائري، وانا كنقرص في العجينه ديالي. كناخذ هذا يعني هذا الوسط اللي بقى عندي كندهنو بابيض البيض كما كتشوفوا. هنايا عندي انصاف ديال اللوز، كندير النصف اللوزه على هذا الشكل، وكنجمع الجوانب هكا، وكتشكل عندي هاد الكوكياجة. بالنسبه للشكل الثاني غادي ناخذ اي قطعه عندنا، يعني تقطع لنا واحد الشكل دائري كبير هكا. غادي ناخذ ورود بيضاء. هنايا بالنسبه لهاد الورود في اللون الوردي، فكنت ضفت العجينه ديالي شويه ديال الملون. كناخذ هكا الكره ديالي ديال اللوز، كناخذ هاد العجينه كنلبسها ليها. قبل ذلك كندوز الكره ديالي في ابيض البيض،
باش هكا تلتصق ليا في العجين. وكنحاول نسد عليها كنتخلص كليا من هاد الزوائد ديال العجين. كنحاول نضغط على العجين ديالي قليلا على هاد الشكل. كتولي هكا عندي متسطة شويه. كناخذ المنقاش وكنبقى غدا هكا يعني دائري، يعني كناخذ هاد الزواقه دائريه على هاد الشكل. كما كتشوفوا يعني كتكون عندي زواقه غير في الجنب. كناخذ هاد ابيض البيض وكندهن به فوق يعني فوق الحلوه عندي، وكنبقى كنزين بهاد الورود. كنبقى بين كل وحده وحده كندير ابيض البيض باش يلتصقوا ليا. فكل سيده تقدر دير الشكل اللي بغات. غادي ناخذ هكا واحد الكيغدون وغادي نبقى نثبت كل وسط كل وريضه على هذا الشكل باش تثبت ليا على هذا الشكل. هذا كنعاود نصحح هاد القريصات ديال المنقاش، كنضغطو مزيان. كنتمنى يكون الشكل واضح. هنايا كناخذ العجينه ديال اللوز على هذا الشكل وكنبقى كنضغط من الاسفل باش كنعطيها هذاك الشكل ديال ناب او لا كورني. كناخذ هكا العجين كنغلفها وكنحاول نقطع هذاك الزائد. كنحاول نثبت هذا الشيء جيدا على هذا الشكل. هنايا كناخذ العجين كنضيف ليه شويه ديال البودره ديال الكاكاو، كنقطع هكا اشرطه طوليه. كناخذ هذا الناب اولا الكورني كندهنو بابيض البيض
وكناخذ هذا الشريط وهكا كنبقى كنلف فيه على شكل حلزوني على هذا الشكل. كنحاول كنلف وانا كنتيري في هذا الشريط البني على هذا الشكل هكا. كناخذ هذا الراس ديال الكورني كنحطو في ابيض البيض. وهنايا عندي اللوز مهرمش ما محمر ما حتى شي حاجه، فهو غادي يتحمر في الفرن كيجي على هذا الشكل. هادو هما الاشكال اللي حضرت معكم. دابا غادي نشعل على الفران حتى يسخن تماما، ومن بعد غادي نطفي على الفران ونخشي الحلوه ديالي. غادي نخليها في الفران حتى يبرد تماما، ومن بعد غادي نرجع نشعل عليها وهي في الفران. غادي نشعل عليها والفران يعني المره الثانيه غادي يكون بارد، غادي تطيب وندوزو نشوفوها في طبق التقديم. هذا هو شكل الحلوه ديالي بعد ما نطلعها من الفران وهي مازال سخونه. كناخذ اما لاباج او قليل من العسل وكندهنها على هذا الشكل. فالحلوه ديالي مازال سخونه كما كتشوفوا، الحلوه كتبقى محافظه على هذاك الشكل ديالها ما كيتغيرش نهائيا، فهي راهي طيبه من الاسفل. وكما كتعرفوا حلوه اللوز كيبقى الشكل ديالها ابيض. انا غادي نستمر هكا ندهن جميع الحبات اللي عندي ونتلاقى معكم نشوفوها في طبق التقديم. فكان هذا هو الشكل النهائي ديال حلوه اللوز اللي حضرت معكم اليوم، فهي تقريبا تتخرج لينا 22 حبه بحجم كبير. الا بغيتوها بحجم صغير تقدروا تنقصوا من الكميه ديال اللوز. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تبخلوش عليا بالضغط على زر لايك. نضرب لكم موعد فيديو جديده قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.